نشرة الأخبار. هنا تونس، إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعينا مشاهدينا الكرام، أينما يصلكم صوتنا وصورتنا، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم في نشرة الأخبار. البداية بالعناوين. تونس تحتضن اليوم وغدا الدورة السابعة على المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا بمشاركة حوالي 60 دولة. مجلس وزاري مضيق يقرر اعتماد ذات سعر قبول الحبوب لإصابة عام 2023 مع إسناد منحة تشجيعية استثنائية. اليوم انطلاق والعمل بالبوابة الوطنية للتلقيح التي ستمكن من متابعة رزنامة التلقيح الشخصية والعائلية. وفي العالم، مجلس الأمن الدولي يوافق على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار والانسحاب التام من قطاع غزة. أسعد الله صباحكم مستمعينا مشاهدينا الكرام. تحتضن تونس اليوم وغدا الدورة السابعة للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا فيتا 2024 ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي حول موضوع تعزيز الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا من أجل نمو مستدام وشامل في إفريقيا. وتشارك في هذه الدورة حوالي 60 دولة وأكثر من 1000 رجل أعمال ومسؤول أجنبي من مختلف القارات، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري، الذي أضاف أن بولونيا ستكون ضيفة شرف عن أوروبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية كضيفة عن القارة الإفريقية. الدورة هذه ستتميز بتخصيص جانب منها كبير لموضوع التصنيع في إفريقيا ومحاولة أن تونس السوبوزيشن في مجال التحويل في البلدان الإفريقية ومساعدتها على تطوير صناعاتها. هناك عدد كبير من اللقاءات الجانبية، على سبيل المثال الهند والصين وكوريا الجنوبية وبولونيا والأردسي وكوت ديفوار، مش نظموا خلال هذا المؤتمر فعاليات جانبية مهمة ومهمة جدا لتقديم مجال الاستثمار في البلدان هذه، وخاصة تقديم الاستراتيجية الثلاثية بين هذه البلدان وتونس وإفريقيا. كما تعرفوا، مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ديما يحب الاستثمار في تونس كبوابة نحو القارة الإفريقية. قرر مجلس وزاري مضيق انعقد أمس بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني اعتماد ذات سعر قبول الحبوب لإصابة عام 2023 والموافقة على إسناد منحة تشجيعية استثنائية خاصة بإصابة الحبوب لعام 2024 والمصادقة على برنامج مخزون تعديلي لمادة البطاطا المعدة للاستهلاك. ويتعلق المخزون التعديلي من البطاطا بالموسم الفصلي 2024، ويشكل خطوة هامة لحماية المنتجين من تدهور الأسعار والمحافظة على توازن منظومة البطاطا وتقليص الكميات الموردة والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك. وخلال مجلس وزاري مضيق حول دفع الاستثمار الخاص، أكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني ضرورة إلى الأهمية اللازمة للاستثمار من أجل خلق الثروة والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، داعيا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات لجلب المستثمرين الأجانب. هذا ومثلت متابعة نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق محور مجلس وزاري مضيق، أكد خلاله رئيس الحكومة ضرورة متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم نشاط الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بما يمكنها من مواصلة نشاطها والإيفاء بتعهداتها لصناعة الورق اللازم لطباعة الكتاب المدرسي بعنوان السنة الدراسية القادمة 2024-2025. أكد الرئيس والمدير العام لشركة اللحوم طارق بن جازية أن الإقبال على أضاحي العيد المسعرة ب 21 دينارا و 900 مليم للكيلوغرام الواحد فاق كل التوقعات، مشيرا إلى أن الأضاحي متوفرة حتى السبت القادم.
انطلقنا في شركة اللحوم في عملية البيع من يوم السبت الإقبال الإحفاق حتى التوقعات بتاعنا في كبيرة ياسر. تم ترويج حوالي يمكن 500 أضحية في حدود معناته يمكن ساعتين أو ثلاثة شوية. المواطنين كانوا يستناو في شركة اللحوم. صارت حتى بعض الإشكاليات اللوجستية معناته إنه ما وفرناه من أعوان ومن قباضات ومن آلات وزن ما كفاش المواطنين. رصدنا دخلنا قوينا معناته في عدد الأعوان وقوينا حتى في الموازين وخذنا القرار باش حلينا حتى نقطة بيع ثانية داخل مقر الشركة باش نوسعوا على العباد. الكميات تتجدد بصفة يومية. عنا نسق مثال متاع ترويج حوالي من 300 إلى 400-450 أضحية يوميا. والعملية هذه بطبيعة الحال مش تواصل حتى لنرتب هني المواطنين لعلوش موجود بجميع الأحجام من 35 حتى ال 65 كيلو 60 كيلو حتى إلى يوم السبت نهارة الوقفة لعلوش موجود في شركة اللحوم الصباح. تم أمس بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية بين كل من الوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمنظمة غير الحكومية الإيطالية أفيسي. وتهدف هذه الاتفاقية بالأساس وفق ما بيّنه للأخبار رئيس ديوان وزير التكوين المهني والتشغيل عبد القادر الجمالي إلى الاستجابة إلى حاجيات المؤسسات الاقتصادية الإيطالية من اليد العاملة التونسية من خلال الشروع في تنفيذ تجربة أولى لانتداب 150 متكونا في اختصاصات الصيانة الصناعية واللحام والتركيب المعدني. الاتفاقية هذه تنص على انتداب حوالي 150 شاب تونسي متخرج من التكوين المهني في الاختصاصات الثلاثة اللي هي تتمثل في اللحام والصيانة الصناعية والبنايات الخفيفة. الهدف من الاتفاقية هذه اللي هي اتفاقية طارية تمتد على 5 سنوات وهذه تجربة نموذجية للمشروع واللي جات بعد التجربة النموذجية اللي قمنا بإنجازها مع منظمة أنشي اللي هي تمثل المقاولات في قطاع البناء والأشغال العامة. يزيد توسع مجال التعاون مع الطرف الإيطالي في اختصاصات جديدة اللي هي اللحام والصيانة الصناعية والبنايات الخفيفة واللي هي زادة باش تكون تجربة نموذجية اللي نجم نبنيو عليها توسع أكثر وانتدابات أكثر. عندنا الاتفاقية اللي عملناها في قطاع البناء جاء بعدها ثم اتفاق قاعدين نحضروا فيه واللي باش يكون بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية واللي باش يمس بعد ما عملنا تجربة نموذجية مع 40 شاب تونسي باش نخدموا على 2000 شاب تونسي على مدة 3 سنوات. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أمس انطلاق العمل بالبوابة الوطنية للتلقيح www.evax.tn بداية من اليوم الثلاثاء بمراكز الرعاية الصحية الأساسية وغيرها من هياكل الصحة العمومية كمرحلة أولى. وبينت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي حرصا على تعميم رقمنة وتسجيل جميع التلقيح الوطنية على غرار رزنامة التلقيح الخاصة بالأطفال وتلقيح النزلة الموسمية والتلقيح ضد داء الكلب عافاكم الله. وأكدت أن انطلاق العمل بهذه المنصة سيمكن كافة المستخدمين من متابعة رزنامة التلقيح الشخصية والعائلية مع ضمان سرية المعطيات الشخصية. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في اليوم 49 بعد 200 من عدوانه المستمر على قطاع غزة واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف مناطق متعددة من القطاع في حين أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس إيقاع قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في تفجير منزل مفخخ تحصنت داخله بمخيم الشابورة في رفح وأسقطت جل عناصره بين قتيل وجريح. حيث أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط وثلاثة جنود وإصابة آخرين من لواء غافعات خلال هذا التفجير. وفي الضفة الغربية استشهد أمس 6 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال منهم 4 في قرية كفر نعمة غربي رام الله قامت باحتجاز جثامينهم أين تصدى مقاومون لقوات صهيونية خاصة اقتحمت هذه القرية. وفي لبنان قال حزب الله اللبناني إنه أسقط بأسلحة الدفاع الجوي مسيرة إسرائيلية من نوع هيرمس 900 كانت تستعد لتنفيذ اعتداءات. من جهته أكد الجيش الإسرائيلي إسقاط مسيرة تابعة لسلاح الجو في سماء لبنان وهي 5 منذ بدء الحرب. سياسيا رحبت حركة حماس والسلطة الفلسطينية بتبني مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار أمريكي يدعم خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تطبيق غير مشروط للصفقة المقترحة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وينص مشروع القرار الأمريكي على وقف إطلاق النار بشكل دائم والانسحاب التام من غزة وتبادل الأسرى والإعمار وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديموغرافي للقطاع. هذا وقالت الخارجية الأمريكية أن الوزير الأمريكي للخارجية أنتوني بلينكين أطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجهود الدبلوماسية الجارية للتخطيط لفترة ما بعد الحرب وأهميتها. كما ناقش الجانبان سبل الدفع بالاتفاق الذي طرحته إدارة بايدن وذلك خلال إطار جولته الحالية التي تعد الثامنة بالمنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل مستمعينا مشاهدينا الكرام، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيه. تونس تحتضن اليوم وغدا الدورة السابعة للمنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة بإفريقيا بمشاركة حوالي 60 دولة. مجلس وزاري مضيق يقرر اعتماد ذات سعر قبول الحبوب لإصابة عام 2023 مع إسناد منحة تشجيعية استثنائية. اليوم انطلاق العمل بالبوابة الوطنية للتلقيح التي ستمكن من متابعة رزنامة التلقيح الشخصية والعائلية. وفي العالم، مجلس الأمن الدولي يوافق على مشروع قرار أمريكي يدعم مقترحا لوقف إطلاق النار والانسحاب التام من قطاع غزة. مع تحيات مكرم الهداجي في تقديم هذا الموعد الإخباري، كريم المدب في الإخراج التقني وعمر جبالي في الإخراج التلفزي. الكلمة لنبيل عبيد لتواصل المشوار معكم حتى 9 صباحا مع كامل فقرات برنامج يوم سعيد. شكرا على طيب الاهتمام والمتابعة، دمتم في رعاية الله.